فقره نمبر 1 عشان دي ماشي. مهمه بالنسبه لي وارجوكم واحد بس ما تقولولوش نختار اثنين، لا واحد بس من اللي هيطلع قدامكم يعني بلاش نتلائم يعني. ايوه بالظبط. طيب لاعب تتمنى مشاركته امام السنغال اساسي يا استاذ صو؟ لاعب ايه؟ لاعب تتمنى مشاركته بشكل اساسي في من اللي ظاهرين. احمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشه، عمر كمال عبد الواحد. بكره احمد سيد زيزو استاذ، لو مش بكره يبقى قفشه. لو مش بكره يعني ايه؟ يعني لو مادام احنا بنلعب في دكار احمد يعني. سيد زيزو مجدي قفشه بعد ما نطمن والوقت يمشي شويه. لا اساسي، لا وقال لك اساسي. اساسي لا اساسي اقدر اقول لك. قلت قلت بلاش على لا عمر كمال. عمر كمال طيب. لاعب سيكون كلمه السر غدا، صلاح، شناوي، لعيب اخر من وجهه نظرك؟ شناوي. شناوي صلاح. صلاح. نقطه القوه في المنتخب السنغالي، خط الوسط، خط الهجوم، حراسة المرمى، خط النص. خط النص، حراسة المرمى. ان هو يبقى له يعني هي دي نقطة القوة بالنسبة لهم. طبعًا. طبعا ايه اني اني خط فيهم؟ خط الهجوم. الهجوم. طيب افضل حكم من وجهة نظركم كابتن محمد عادل هذا الموسم، كابتن ابراهيم نور الدين، محمود البنا؟ محمود البنا بس مش بصوت عالي. ماشي يعني ماشي خلاص يعني كويس. استاذ جمال ابراهيم نور الدين. ابراهيم افضل حكم افريقي، فيكتور جوميز، رضوان جيد، مصطفى غربان. فيكتور جوميز غربان. افضل رئيس لاتحاد الكره، كابتن هاني بريده، استاذ كابتن سمير زاهد. السؤال ده كان دهشوري معلش خده تاني تاني اللي هو حرب الدهشوري بكل ما تحمل الكلمه. اللي هو حرب الدهشوري من العيب على كل اللي قادوا الكره ان ما يحطوش اسمه على قاعه في ارض هو جايبها للمشروع العظيم ده. وانا للمره الثانيه بقول اللي هو حرب الدهشوري كمان. افضل معلق رياضي في مصر، كابتن مدحت شلبي، محمد الكواليني، مدحت شلبي. المين الثالث؟ بلال علام. لا شربوك بيودينا في حته ثانيه. شربوك. افضل معلق رياضي عربي، رؤوف خليف، عصام الشوالي، فهد العتيبي. شوالي. 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 افضل رئيس نادي خارج القطبين، سيد متولي الله يرحمه طبعا، حاج سيد متولي، محمد مصلحي، اسماعيل عثمان. محمد مصلحي راجل رائع. مصلحي. طيب افضل رئيس نادي في العالم، هيربرت هاينر، بايرن ميونخ، ناصر خليفي، باريس سان جيرمان، بريز، ريال مدريد. لابورتا. لابورتا برشلونه. برشلونه. لا انا بحب حد من بره. البايرن. البايرن. هيربرت. ماشي خلاص خلاص بس كده بس نمبر 1. بكره بقى يا رب يا رب يا رب تفرح كل المصريين بركه ايام المفترجه وبرك يعني عرق لعبتنا وجهدها. يا رب فرح المصريين يا رب. يا استاذ نورتنا شرفتنا يا استاذ عصام. حبيبي يا كابتن متحرمش. بشكركم وبشكر الكابتن عصام حبيبي يا استاذ. ربنا يخليك. طيب يعني ما فيش عندنا غير الدعاء لمنتخبنا بامر الله. رجاله وقدها وقدود بامر الله. بكره توقع ان شاء الله روح عاليه جدا والمباراه تخلص زي ما احنا عايزينه وعلى خير بامر الله. هنكون معاكم بكره قبل المباراه الساعه 6 هنبتدي معاكم تحليل مع نجومنا طبعا في الاستوديو هنا كابتن رضا وكابتن يعني محمود ابو الدهب، ونجومنا طبعا نجوم التحليل في البريمو. وهنكون معاكم برضو بعد المباراه ان شاء الله مباشره بامر الله، ونكون فرحانين كده وسعداء بتحليل فني للمنتخب.